خلينا أخذك إلى هذه الحادثة الغريبة وربما طريفة بعض الشيء. أنقذت فرق الإنقاذ سباحاً أفغانياً تعرض للغرق خلال مشاركته في بطولة السباحة العالمية للجامعات في روسيا. وسائل إعلام أفغانية مشاهدين كشفت أن السباح عبد الوارث كريمي أوفدته وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة طالبان لهذه المسابقات الدولية. أضافت أنه غرق أثناء مشاركته في سباق 50 متر وأنقذته فرق الإنقاذ خلال المسابقة. تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورة للسباح الأفغاني وإلى جانبه أحد رجال الإنقاذ. يعني صراحة يحزن ويحزن ويضحك في نفس الوقت. يعني المفروض أنه أنت أصلا سباح، كيف تغرق؟ ما هو بأفغانستان والوضع عندهم، يعني أوفدوا أي حدا عشان يكونوا موجودين تعب. على ما يبدو يمكن تعب، مش كل شيء جايز مش متدرب منيح. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.